السلام عليكم وأحييكم من إسطنبول وأدعوكم لتصحبونا في حلقة جديدة من برنامج فضاءات، نبدأها بجولة في آخر الأخبار والإصدارات الثقافية. شاب عراقي يجمع قطع الخردة ليحولها إلى تماثيل وقطع فنية ذات ذائقة فنية فريدة. تابعوا معنا هذه التفاصيل عبر هذا التقرير. طبعا فكرة فن الخردة هي كانت قبل 4 سنوات ما مطروقة بالعراق وغير مؤهلة،
كثير هو ما يعرف شنو فن الخردة وشنو فن السكراب. هو خامة فنية عالمية موجودة بكل البلدان لكن فقيرة جدا بالعراق. أكو فنانين هواي بالعراق كانوا قبل يشتغلوها لكن ما طوروها. اللي سويته أني إنه أسست أول ورشة سكراب آرت بالعراق مساعدة صديقي وأخوي سامر الرشاش، وقدرنا نفتح هاي الورشة، وهي كانت الورشة الأولى مؤهلة لصنع كذا أعمال هكذا أعمال فنية بحتة جميع خامتها من السكراب. طبعا الخامات اللي استخدمها والاعمال اللي استخدمها احصل على مواد بكل سهوله، وهي المواد اللي انا استخدمها هي سكراب. والسكراب والخرده هي تعرف احنا بالعراق كثير من السكراب والخرده احنا موجوده، مقابر ما سكراب اللي موجوده بالنهضه وغيرها وغيرها في بغداد اقدر احصل عليها، مرات اقدر اشتريها ومرات اجمعها. الاعمال اللي دا اصنعها جميعها هي من السكراب ومن المهملات واجزائها مركبه تركيب يدوي ومجهزه بمكان يعني موجوده بالورشه. تقريبا قبل سنتين او ثلاث سنوات بدات فكره فن الخرده من صديقي عبد القادر. احنا دائما كنا احنا الثلاثه اصدقاء دائما بولد منطقه واحده، فشفناه بفكرته فعجبتنا الفكره حبينا نساعده بها نرفع معنوياته، حبينا يشتغل هاي الفكره ويطورها لان هي فكره احنا نشوفها تنظف البيئه وتساعد على نظافه البيئه وتوعيه الناس وتثقيفهم، وثانيا هي فن كلش حلو وقريب على البيئه، فحبينا ننمي هاي الفكره. وبدت هو بجهوده ودعم اصدقائه ودعم صديقه له همينه، فما شاء الله يعني اتسع نطاق الورشة مجال كلش كبير وبدت تنتشر وتنتشر. وبعدين سوينا صفحة بيج رسمي على الفيسبوك وقمنا ننشر أعمال ويسوي أعمال جديدة. كان الإقبال بالبداية كانت يعني كهاوي قبل ما أنه أسس هذا الفن كرزق إلي. فتحت البيج وأسست أول بيج فن الخردة هو على الفيسبوك، كان الإقبال عليه جدا عظيم وجدا الناس حبت الفكرة وشافت الأعمال كيف إنه هي كيف تتحول، والسكراب اللي هم يذبوه كيف يتحول إلى أعمال فنية تضع بالبيت بالمطاعم بها فكرة بها معنى. فكان الإقبال جدا جميل بعد ما أسست الورشة، وقمت إنه تجيني أوردرات وطلبيات إنه أصنع آليات كبيرة، نماذج السيارات، نماذج للأعمال الفنية بالمطاعم بالمدارس. نشرت فني بجميع محافظات العراق ومشاركت بمعارض كثيرة كثيرة. لم يتمكن من الاستمرار في عطائه الفني فاختار طريق اللجوء ليصنع آلاته الموسيقية متحدياً ظروفه الصعبة. تابعوا معنا تفاصيل أكثر عبر هذا التقرير. أنا لي تاريخ عريض بمنطقتي وبين الشعبي وبين عائلتي. طبعاً الظروف اللي خلاني أفكر ما أطلع خارج نطاق سوريا، لأنه هالشي اللي أنا سويته بقناتي ما كان شيء قليل، يعني كان في لي اسم وناس يعرفوني كثير وبشغلي ماهر جدا فيه يعني. فاستمرت فترة طويلة بسوريا طبعا. بعد الحالة شفتها يعني الصعب تشتغل بالموسيقى بهالجو، أنا هيك شفتها يعني. ممكن إذا غير مرحلة شيء تاني ممكن تستمر كمان. فاخترعت طلعت من بلدي بسبب الأوضاع اللي كان فعلاً تأزم للأخير، اخترت أنه أطلع على إقليم كردستان أقرب النقطة وممكن الشعب أقرب لألي يعني. وشعوب المنطقة بيستعملوا كمان العود، الشعب العربي أكثر ما بيستعملوا العود يعني. طبعا الآلات الثانية بيستعملوا كمان والآلات الغربية وكمان بيناتهم. اخترت لهون جيت لهون عشان سبب استمر بعملي. بعتمد أكثر شيء على الشغل اليدوي.
لأنه الشغل اليدوي تتميز بكل المقاييس، مقاييس الصوت، نكهة الصوت، عمليا بكل شيء. حتى بدك تجيب البداعة بده طاقات أكثر من هيك. يعني أنت لاجئ، يعني مهما حصل أنت طالع من بلدك، يعني هالطاقات اللي أنت سويتها، أنا اللي سويتها خليت وراي وجيت. يعني ممكن أنا سويت ممكن ما حدا يسوي، أنا كله بهالشغل يعني سويت، ممكن وصلت أخذ محل، أخذ بيوت، أخذ مهم، حسبت حسابي إنه أوصل الدرجة أستمر. اشتغلت أكثر شيء محل اللي اتربى فيه وكبرت فيه، واحد مهما حصل يعني مهما كنت جو اللي عيش فيه أفضل، أنا ما اخترت الأوروبا يعني. ليش؟ لأنه جو اللي كبرت فيه كان اللي شعبيتي اللي ناسي واللي طريقتي بالحياة خاصة، وكنت أحب الخصوصية الحياة أكثر من لازم يعني. هون ممكن تأثرت مو بهالتأثير الفوق كتير يعني، يعني ما حسيت بين الناس إنه شفتهم قريبين على الواحد يعني، مو هالغربة الزيادة يعني. والآن أعزائي المشاهدين أدعوكم لمتابعة فقرة هذا كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مريم الصيفي، شاعرة من الأردن، ولي عدة مجموعات، وهذه مجموعتي أو هذا ديواني الأخير بعنوان ويبوح الصمت. هذا الديوان صمم غلافه مشكورا الفنان الرائع رائد القطناني، وهو فنان مبدع. هذا الديوان اشتمل على مجموعة كبيرة من القصائد، منها القصائد العمودية، ومنها قصائد التفعيلة، وتتنوع الموضوعات في هذه القصائد. أتمنى حينما تتم قراءة هذا الديوان أن يجد إعجاباً ممن يقرأ هذه القصائد. هذا الديوان طبع بدعم من وزارة الثقافة، فشكراً لوزارة الثقافة على اهتمامها بالثقافة في الأردن. من الجميل جداً حينما نكتب الشعر أن يقرأه الآخرون، وهذا يكون شيء مفرح للشاعر حينما يجد التقبل لما يكتب والعناية والاهتمام لما يكتب، وخاصة من النقاد الذين يسعدنا أن نعرف آراءهم في هذه الكتب التي نصدرها، أو في هذه القصائد التي نصدرها في هذه الدواوين الشعرية. تتنوع كما قلت الموضوعات في هذا الديوان، ما بين ذاتية، وما بين قصائد وطنية، وما بين صفة أو وصف للحالات التي نعيشها في هذا الوطن بشكل عام. أجمل ما في الشعر حينما يكون صادقاً، ومع أنهم قالوا أعذب الشعر أكذبه، إلا أن الصدق في المشاعر والصدق في الكلمة له أثر طيب جدا في من يقرأ هذا الشعر. ضيفنا لهذه الحلقة الكاتب والمخرج علي ريسان. تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد هذا الفاصل.
أهلا بكم من جديد، نطلع عليكم من اسطنبول لنلتقي بالكاتب والمخرج علي ريسان، حاصل على دبلوم سينوغراف مسرح من السويد عام 2003، عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين وعضو نقابة الفنانين العراقيين، مسؤول القسم الثقافي في الجمعية الثقافية العراقية في السويد، فاز بجائزة أفضل ممثل دور ثاني في مهرجان المسرح العراقي الثالث عام 96 و900 عن دوره في مسرحية افتراضات واهية، فاز بجائزة الجمهور الكبرى في مهرجان ميتيتو الإسباني في دورته 22 عن عمل مونودراما أطفال الحرب عام 2016، فاز بالجائزة الكبرى عن فيلمه مرثية بزيبز في مهرجان الفيلم الوثائقي السادس في قلميم في المغرب عام 2017. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكاتب والمخرج علي ريسان. مرحبا أستاذ علي، مرحبا ضيفا على فضاءات. مرحبا بك وفضائية الرافدين بجمهور في داخل وخارج الوطن. حياك الله أستاذ علي، مرحبا بك. في مهرجان المسرح العراقي الثالث عام 96 و700 فزت بجائزة أفضل ممثل دور ثاني في مسرحية افتراضات واهية. لو عدنا أو عدت شريط الذاكرة إلى تلك المرحلة وتلك الفترة، كيف تنظر لتلك التجربة؟ طبعا التجربة كانت جدا رائعة. احنا أنا من مدينة كركوك وعندنا فرقة المسرح التجريبي اللي أسسوها ثلة من مبدعي العراق والآن هم أساتذة وأكاديميين، بيهم من رحل في الحرب الأولى كشهيد وبيهم من رحل في الحرب الثانية والحرب الثالثة، ومنهم الصديق الراحل ياوس فائق اللي شاركني في العرض المسرحي، وكذلك الراحل جعفر موسى والصديق الأديب الدكتور عواد علي، الدكتور هيثم عبد الرزاق، الصديق الفنان باسم عبد القهار، الكثير كميل شمعون ولهيب وسعد، يعني كثير من الأصدقاء، فاضل ناصر، كثير من الأحبة الحقيقة، ضياء حجازي ورياض إسماعيل. هذا العمل الحقيقة كان إحنا عادة نعمل ورشة لتداول الأفكار مع كاتب صديق، هو الكاتب الحميم صديق العمر قاسم حميد فنجان، ومعي أستاذ ياوز والمخرج الصديق المبدع عبد الرزاق محمد عزيز. الحقيقة هو هذا العمل كان عبارة عن شخصيتين، عمل يعني من شخصيتين، عمل مسرحي زمن تجاوز الساعة والنصف، قدمناه للجنة الاختيار النصوص في المسرح العراقي الثالث، وكان اختير العرض وكان العرض على المسرح الوطني. اللجنة كانت رائعة جدا، لجنة التحكيم أذكر منهم الأديبة الرائعة لطفية الدليمي، الدكتور الراحل الرائد مرسل الزيدي، الفنان الكبير الراحل يوسف العاني، والناقد الأعسم باسم الأعسم، الدكتور باسم الأعسم. الحقيقة العمل أنا فزت به في جائزة أفضل ممثل، الحقيقة يعني كان بالنسبة لي دور ثاني، جائزة الأولى كدور أول أخذها الفنان الكبير والصديق الفنان القدير والأستاذ محمود أبو العباس، وأنا أخذت الجائزة مناصفة مع الفنان الراحل نزار كاسب من البصرة. هو كان يتناول شخصيتين، شخصية المستلب والمتسلط، وهو بجدال معرفي عن كيفية يعني توهيم الإنسان المستلب بدالات هي عبارة عن رمزيات غير حقيقية لمسخ ذاكرته ووعيه وتطلعه للتغيير. حقيقة العمل كان جدا رائع، هو فكرته بالأساس الانتصار للذات الإنسانية ولآدمية الإنسان، هذا من الأعمال اللي اعتز بها جدا. نعم، بعد هذه بسنوات قليلة انتقلت إلى السويد عام 99 ودرست سونوغراف مسرح في السويد في تلك الفترة، وعملت في مجال التمثيل والإخراج السينمائي والمسرحي. ودي أن
سلط الضوء على هذه التجربة، انتقال للسويد والإقامة في السويد ودراسة سونوغراف المسرح والعمل في هذه المجالات. الحقيقة هو الوصول للسويد، أنا بعد أن وصلت كلاجئ أخذونا كمجموعة إلى الكامب. أنا كنت مقرر قبل خروجي من العراق أنه لا أموت في السويد أو لا أموت في الغربة، لأنه عندي دالات أنه الفنان أو حتى الإنسان العادي إذا انغلق على روحه ممكن من خلال الشجن والوجع والغربة أنه يتخلص ويتحول إلى كائن هامشي. فأنا من أول أسبوع وطأت قدمي طلبت من مسؤول الكامب أن يحضر لي اكسسوارات المهرج البرياتشو. فاشتغلت عمل للأطفال، لأن كان بنهاية كل ويكند يصير حفلة للعوائل المهاجرة وبيهم أطفال، فقلت لهم جيبوا لي ألعاب، واشتغلت على شخصية المهرج وهم استمتعوا بالفكرة. بعدين انتقلت إلى مدينة توبوري، ومن توبوري إلى مدينة مالمو جنوب السويد، انتميت إلى فرقة تياترو مزابتاميان، وقدمت أول عمل يحدث هكذا للشاعر الراحل رعد مطشر، استشهد في يعني بعد احتلال العراق من قبل أمريكا ومن قبل عصابات إرهابية. واستمر عملي، درست اللغة السويدية، وبعدين انتميت إلى فرقة سويدية، يعني هناك يشجعون الكفاءات والهذا. وأنا يعني الحقيقة عندي خزين من الأعمال المسرحية في العراق والتجارب فدرست السونوغراف وطلعت على حرفية الأعمال هناك، وشاهدت أعمال كثيرة. وهو بحد ذاته هو السفر والمعرفة الثقافة الآخر، ثقافة الآخر هي ثقافة بحد ذاته. اشتغلت أعمال كثيرة للعراق، مونودراما كثيرة، اشتغلت مع السويديين أفلام قصيرة، وآخر تجربة يعني اشتغلت باللغة السويدية؟ بالسويدية وبعضها بالعربي السويدي، لأن هم أيضا لأنه الجالية العربية والعراقية صارت كثيرة تعرف، خصوصا هذا الزخم الهائل بعد الاحتلال الأمريكي للعراق. وإضافة إلى أجيال قبلنا كانت طالعة، لأن العراق من منتصف الخمسينات بدأت رحلة الرحيل لثلاثة أجيال يعني حقيقة. فاشتغلت مع فرق سويدية، وآخر مشروع كان مالمو المشاغبة اللي هو سينما مسرح، وأخذت ثلاث شخصيات. كان هو أشبه بالوركشوب، يعني يطلب منا المخرج أن بالقراءات أن نشتغل على شخصيات إحنا حاملينها ويانا من أوطاننا. فأنا أخذت شخصية قارئ المقام، وأخذت شخصية أخرى لأفغاني، وشخصية المهرج. وأديت المقام؟ أديت مقام عراقي، وكان ردة فعل الجمهور قارئ مقام يبحث عن عمل، فمحاجشته كانت رائعة جدا. التصوير السينمائي الخارجي، كنت أقرأ مقام أمام الأوبرا السويدية وأطالب أنه أنا أحمل ثقافة وموروث عراقي خزين هذا المقام الرائع. وبعدين ينتقل التصوير إلى المسرح، يعني سينما مسرح. كانت تجربة جدا رائعة، استمرت 6 أشهر، لأنك أي عمل تشتغله هو عبارة عن باكيت بروجكت، وتكمله تنتقل إلى عمل ثاني، ولازلت أعمل بين السينما والمسرح. الجميل في هذا المكان سيد علي، انتبهت أنه النوارس تحلق حولنا، يعني ماذا يوحي لك هذا المشهد؟ والله الحقيقة النوارس مرتبطة حتى بقصائد شعرائنا، يعني تعرف أنت حضرتك شاعر وتعرف النوارس بيها طقس جميل، أنه ذكرك بدجلة، يعني من تقف على جسر الأحرار أو على جسر الجمهورية أو على جسر الصرافية، ترى هذا الكم من النوارس اللي هي ما تختلف في هذا التحليق والسمو، يعني النوارس يعني تحسسك بتعودك إلى بغداد. بغداد الجمال والمسرح والقصائد والشعراء والأغاني والشالغي البغدادي وكل هاي الطقوسنا اللي مع الأسف يعني الآن دثرت بسبب ما يحدث الآن من خيانات عظيمة لهذا الوضع. بعد يعني انتقالك إلى بلد السويد ودراستك للسينوغراف المسرح وعملت أعمال كثيرة، أنت الآن
مسؤول قسم الثقافي في الجمعية الثقافية العراقية في السعودية. بدي أن أتحدث عن هذه الجمعية، يعني من أسسها، من صاحب الفكرة، ما النشاطات التي تقوم بها هذه الجمعية؟ الحقيقة الجمعية الثقافية العراقية اللي هي في جنوب السويد مالمو هي من أعرق الجمعيات في السويد التي تهتم بالثقافة العراقية، مو فقط الثقافة العراقية، وتعريف الثقافة العراقية للمجتمع السويدي، وكذلك العمل على الاندماج، لأن أنت عايش في بلد عليك أن تعرف ثقافتك الحقيقية. فعمل الجمعية أنا انتميت لها من سنوات وصولي، يعني من بداية 2000، يعني من انتقلتي إلى مالمو، وتبوأت يعني بعدة دورات، لأن هناك انتخابات ديمقراطية، مسؤول قسم الثقافي، وتقريبا لأربع دورات. الآن أنا تعينت عن طريق خلينا نقول الكومون الثقافي في مدينة مالمو. أنا تبوأ الجانب اللي يختص اللي يهتم بالاختصاص السينمائي والمعرفي والكتاب. هاي جمعية حريصة على استقطاب واستضافة كل مبدعي العراق بالمهجر، من قصاصين وشعراء وتشكيليين، والعمل على ورشات للأطفال، دروس للغة الأم، للغة العربية، عندنا دروس أيضا، كورسات. أنا الآن أعد إلى كورس للسينما والمسرح للأطفال، وعندي كورس أيضا للغناء. تعرف إحنا بالطفولة عندنا غناء مثل ما جينا يا ما جينا، وكذلك عندنا هواي يعني الموروث الغنائي، ايضا عندي كورس له. اضافه الى عندنا مجله عريقه جدا هي مجله تموز، هاي المجله صار لها اكثر من 15-16 سنه فصليه. هذا تصدر عن الجمعيه؟ نعم تصدر بدعم من الكومون، يعني عده جهات، في اربعه اعداد في فصليه كل 3 اشهر. هاي المجلة يعني تهتم بالمنجز الثقافي اللي ينتج في داخل العراق وخارج العراق، من دراسات إلى قصائد إلى أبحاث. والحقيقة يعني هذا المنجز، يعني الجمعية حريصة أيضا على استقطاب ثقافات الآخر، يعني من السويديين، البرلمانيين، يعني مو فقط جانب سياسي، جانب ثقافي، تعريف الألم العراقي قبل الاحتلال وبعد الاحتلال. فجمعية زاخرة بالأرواح الجميلة وما زالت تعمل. اختيار اسم تموز لهذه المجلة، يعني معروف أن تموز له مدلولات رمزية تاريخية ومدلولات معاصرة. هو أنا أعتقد لأنه أي مدلول قصدتم في هذا التموز؟ التموز تموزي هو الخصب، لأنه يعني هذا الشعار التموزي العظيم، هو الشمس والأرض الخصب. فزت بجائزة الجائزة الكبرى أو جائزة الجمهور الكبرى مهرجان ميتيتو في إسبانيا في دورته 22 عن مونو دراما أطفال الحرب، وهي مجموعة نصوص مسرحية وشعرية أظن، نعم، لمجموعة من المنثرية لمجموعة من الكتاب العراقيين. ودي أن أيضا نطلع على هذا العمل الذي فاز بهذه الجائزة. الحقيقة هو عمل أطفال الحرب، هو يرافقني من عام 2008، هو أشبه بالوركشوب في مهرجان عرض مونو، في مهرجان عرض شخصيتين. أي حدث عراقي مؤلم يشكل مفصل في تغيير الهوية العراقية أو الوضع السياسي أو ديموغرافية هذا الوطن يدخل عندي في أي مهرجان قادم. هذا العمل الأخير قدمته مونو دراما، اللي هو يعتمد على مجموعة نصوص يتغيروا، يعني يدخل كاتب يخرج كاتب، يدخل شاعر يخرج، يعني مو ثابت هذا النص. العمل هو البنية الأساسية إلى نص نثري روائي شعري، يعني ينتمي للرواية والشعر القصصي، إلى الكاتبة الرائعة لطفية الدليمي وسلام عبود والكاتب المسرحي قاسم حميد فنجان. في عرض ميتيتو دخل معايا الشاعر الصديق الرائع سلمان داود محمد، وأيضا أنا عندي نص بي، أنا مسوي توليفة لبعض الحوارات الشعرية، منها مثلا في أحد المشاهد أستذكر معلم التربية الفنية. تعرف إحنا معلمين إحدى جيلنا
كانوا تربويين يعني، بحيث انه كاركتراتهم ما تغادر ذاكرتك، معلم الفنيه، الحساب، القراءه، كانوا اباء وتربويين، بحيث انه اذا انت اذا شاهدك في احد الازقه ثاني يوم عندك سؤال من لانه تربويين. كانت العمليه التربويه رائعه جدا في العراق. فاتذكر معلم واحد من المشاهد اللي امثله بالمشهد، اعثر وانا اغادر الحدود، اعثر على نظارات تشبه نظارات استاذ حميد، فالبسها اقول استاذ حميد معلم الفنيه أراك تتحسس رأسك أستاذي. أدخل بشخصية المعلم، بس أنا ما أريد أقلد لك الأب. يقول لي لا 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 شيء يا ولد، لا شيء، إني أبحث عن قصاصاتي، قصاصاتي التي بطنت بها خوذة رأسي، كنت قد رسمت بها أحلاما وردية ورسوم نساء جميلات القوام يا ولد، وفراشات تتراقص فوق أزاهير الغابات الثلجية، أحلم كل ليلة بشيء، فتارة بالنخيل والفرات، كانوا أهلي ينزلون من رأسي في خندق الموت يا ولد، وأبي بصوته الحنون يعظني، حتى أطفال الحي يا ولد كانوا معي، أنحت لهم من طبشور الصف ألعابا ما أجملها، يضحكون ملء أفواههم ويزيلون عن وجهي التراب بأناملهم التي رطبها عرق الجوع والانتظار. ترهقني السعادة يا ولد فأخفو، وتوقظني أصوات الديك البعيدة من وطني، لقد كان عندي قمر لا يعرف الأفول. هذا العمل الحقيقة من قدمته، الثقافة الإسبانية بها مفردات كثير من العربية تعرف، لأنه كانوا العرب في 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 إشبيلية يعني إسبانيا لسنوات طويلة، فلذلك كانوا كلش حميمين، وطقوسهم مثل طقوسنا، عندهم زيارة المقابر والشهداء. وتعرف أي مدينة من مدن إسبانيا يقوم في هذا المهرجان؟ مدينة أورنسا في شمال إسبانيا، وقدمت العرض في 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 الأوبرا. الحقيقة أنا كنت يعني لاحظت، لأنه أنت الممثل أنت تباوع بشون اللي نقول المشهد العام، بس تستقرأ الوجوه، كان أكو تنهيدات وبكاء، فقالوا أنت وصلت الألم العراقي بشكل جدا رائع. وهذا المهرجان حقيقة من أعرق المهرجانات الرائعة، اللي ساعدني بالوصول إلى مشاركته هو الصديق الأديب القاص الدكتور محسن الرملي. هذا المهرجان في الدورة 22، ومشاركين به يعني من عظماء الفن بالعالم، اللي من ضمنهم أنطون كوين مشارك في هذا المهرجان لدوراته الأولى. وبعد أن رجعت، لأنه العروض تستمر إلى شهر، بلغوني أنه فزت بجائزة الجمهور الكوبي. جميل جميل. فيلم مرثية بزيبس، فيلم وثائقي أيضا شاركت به في مهرجان الفيلم الوثائقي السادس في قلميم، إحدى مدن المغرب، حصلت على الجائزة الكبرى في هذا المهرجان. ودي أن نعرف كيف جاءت لك هذه الفكرة؟ معروف هذا الجسر الذي يحمل آلام العراقيين بعد التهجير، جسر بزيبس الرابط بين ضفتي الفرات على جنوب الفلوجة. كيف جاءت هذه الفكرة؟ الحقيقة هو أنا مؤمن أنه أي منجز، أي فنان أو أديب أو قاص، كل مناهل المعرفة، إذا ما كان عنده موقف انتماء للعراق أو لوطنه، فكل منجز يعتبر أنه يعني ما له قيمة معرفية أو إنسانية، أو ما راح يوثق حقيقة. أنا ممكن تشوف هاي الجموع النازحة من جسر بزيبز ومن الموصل وتكريت، مدننا الحبيبة يعني، إحنا العراق هذا الجميل معروف للقاسي والداني حجم المؤامرة الكونية على هذا الوطن. فلذلك أنا يعني بحثت عن تمويل، وكنت دائما البحث عن تمويل حتى انزل الى العراق مع النازحين، لانه انا مؤمن ان هاي اللحظه اللي بدنا نسجل بها الان هي بعد ساعه تتحول الى تاريخ. فعليك انت كفنان، كاديب، صاحب رساله انسانيه معرفيه، ان توثق لحظات الالم في العراق، لان التاريخ ايضا بدا يتزيف. فانا نزلت مع النازحين واخذت دالات، امرأة، طفل، شاب، ما أخذت هذا
الاستجداء بالرجوع. أنا اشتغلت على الثبات على الرجوع، لأن المؤامرة كانت ألا يعود حتى النازح إلى أطلال بيته، ولكن بإصرار العراقيين يرجعون. أنا واحدة من النساء بالمشاهد تقول أنا من الفلوجة، أبكتني هذه المرأة أم محمود، قالت أنا لو بيتي حجر على حجر، لو بيتي حجر على حجر راح أخذ هاي الخيمة وحطها على أطلالي بالفلوجة. هذا من الأعمال اللي أعتز بيها، وراح يكون وثيقة تاريخية على حجم الضيم الذي وقع على أبناء محافظاتنا الغربية العزيزة. نعم. هناك فيلم يعني أنتج من قبل الكوادر العراقية وهو سائق الإسعاف، يعني أنت أظن كان لك دور تمثيل في الفيلم. هذا الفيلم يتحدث عن المجندة الأمريكية جيسيكا التي أصيبت في مدينة الناصرية جنوب العراق في صفحات معارك الاحتلال الأولى، الاحتلال الأمريكي للعراق. وطبعا الأمريكان قاموا يعني عمل فبركة، أنه قاموا بإنقاذها من الأسر العراقيين، وطبعا الحقيقة تقول غير ذلك. بدي أن نطلع على حيثيات هذا العمل. والحقيقة يعني سؤالك به نصف إجابتي. الفيلم هو كان عاد سيناريو صديقي الرائع المخرج القدير هادي ماهود، واتصل بي وأنا بالسويد، أنه قال أنه اتصل بي أنه رشحتك لشخصية جندي ومعك صديق من كندا الفنان التشكيلي اللي تحول إلى سينمائي رائع جبار الجنابي، وممثلة تونسية اسمها حياة حرزي من دبي، لأنه قريب كاركترها إلى جيسيكا الأمريكية، وعنده كان كونتاكت اتصال مع المجندة الأمريكية فمثلت شخصية الجندي. وهي الحقيقة الفيلم هو وثيقة لزيف ما يدعي الإعلام الأمريكي من خلال إظهار الجندي الأمريكي كرامبو. يعني معظم أفلامهم تظهر الجندي الأمريكي وهو البطل وهو المنقذ. الحقيقة هي قصة الفيلم أنه مثلناه في السماوة، يعني بتغيير تعرف اللوكيشنات واللافطات، هو بالناصرية. والقصة الحقيقية أنه كما موجود بالفيلم يعني كما عرضناه، أنه هو سائق من الناصرية، من أبناء الناصرية الرائعة أبناء ذيقار، يأخذ بعد أن تحتل الناصرية يأخذها إلى المستشفى، هو ما أخذها للقوات. نعم. هو سائق إسعاف، سائق إسعاف عراقي، نقلها للمستشفى لأنه هو شغلته إنسانية، أنه بغض النظر إذا هويتها أو مهويتها. وبلغ الأمريكان، قال لهم أكو مصابة أمريكية، وطلع التهويل انه هو اخذوه لامريكا. هو بعد ما سلمها باشهر القوات الامريكيه قصفت موقع في ما بشكل خاطئ او غير خاطئ كما يدعون، واحترق هذا السائق الاسعاف، يعني احترق هو بس ما توفى. يعني فالفيلم دالته انه زيف يعني الاعلام بعد فتره قصيره من هذا الحدث، هذا الحدث الأمريكان يردون له الجميل، يردون له جميل بباقة ورد صاروخية. نعم. الفيلم من إخراج الصديق، كان زمنه 20 دقيقة. نعم. ومثلت ببطولة، يعني مو إخراجي بس ببطولة، ومن الأفلام اللي اعتز بالاشتغال مع الصديق والكاستين كله. يعني حقيقة هل شاركتوا فيه في مهرجانات دولية؟ هو شارك بي بس يعني أرسله، لأن هو الحقيقة كان حصل على يعني دعم جدا، يعني بروجكت مو ذاك هذا. فأنا أعتقد شارك بي ونعرض في أكثر من مهرجان، بس أنا ما حضرت لأن عادة كنت ممثل بي، يحضر هو المخرج. ودي أن أسألك أيضا عن في ظل الاحتلال وهذه الحكومات الفاسدة التي يعني تناوبت على إدارة السلطة في العراق، كيف تنظر إلى واقع المسرح
والسينما والدراما العراقية الآن؟ الحقيقة هذا السؤال أشكرك عليه، لأنه أنا أعتقد بعد الاحتلال بدأت كل مفاصل المعرفة بالعراق تذهب إلى المجهول بسبب تبوأ، وهذا مدروس طبعاً مو اعتباطاً، تبوأ الدخلاء من الجهلة ومن خلال المتنفذين بالأحزاب الطائفية والتي أتت مع الـ مع الـ مع الـ الاحتلال الأمريكي إلى توزيعهم على مناصب ومفاصل الدولة في الكليات والأكاديميات وفي وزارة الثقافة والسينما والمسرح، وكذلك العمل على تقليل الدعم لهذه المؤسسات. أنت تعرف المسرح يحتاج دعم، السينما تحتاج دعم. ظلت مبادرات شخصية من أصدقاء مسرحيين رائعين بالعراق اشتغلوا على منجزهم الحقيقي اللي هو مستمر كان حتى قبل الاحتلال، واستمروا لذلك واستمروا بالمنجز، إضافة إلى شباب سينمائي يشتغل يحصل على دعومات من خارج العراق، لأن وزارة الثقافة الآن هي أقل وزارة تأخذ من ميزانية الدولة، لأن ميزانية الدولة عبارة عن بين قوسين فرهود للأحزاب، ونعرف هاي المليارات اللي نهبت من قبل حيتان الأحزاب المتنفذة والطائفية والعرقية، ولا أستثني أحدا منهم حقيقة. لذلك إنه الثقافة الآن في جرح عميق، المسرح في جرح عميق، الدراسة في جرح عميق، حتى في الأكاديمية. يعني الآن أكو شيء يتحدثوا لي عنه أصدقائي الفنانين والرواد والأساتذة بالكليات، الآن شهادة الدكتوراه صارت أكثر من المتسولين في العراق، وهم لا يمتلكون المعرفة والهذا، مجرد الحصول على شهادة. لذلك أنا أدعو يعني كل المثقفين أن ينتموا إلى التغيير حقيقة، فلا ثقافة ولا مسرح ولا سينما ولا إصدارات معرفية وقصصية بوجود هؤلاء. لم ينتهي العراق من حكم هؤلاء الخونة والذين فاقوا حتى الذباب في العراق، لن 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 تحدث نهضة في الثقافة العراقية، لأنه ما زالوا الطارئين طارئين. هذا اللي يوجع. ولكن أكو شذرات من الجمال في 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 أعمال يشتغل عليها المسرحيين بشكل خاص، أصحاب المنجز الحقيقي، أنا ما أريد أذكر أسمائهم. وبنفس الوقت أكو كم هائل من الدخلاء على المسرح والسينما وكل مفاصل الثقافة الحقيقية. يعني غالبا معروف أن المثقف هو صمام الأمان للمجتمع، يعني يحاول أن يحافظ على الثوابت، القيم، قيم الجمال، قيم الإنسانية، المروءة. يعني كيف ممكن أن نتقبل أنه هناك فنان، مخرج، مسرحي، مبدع، رسام، شاعر، أن يصطف مع هذه الأحزاب؟ هذه الأحزاب حتى من جاء بهم وسلمهم السلطة يقول عنهم فاسدون، ويشعر أحيانا أنهم عالة على مشروعه. كيف يمكن لإنسان مبدع، مثقف، رسام، مخرج، شاعر، أديب، أن يعمل مع هذه الأحزاب ويروج لها ويحاول أن يجمل قباحتها؟ الحقيقة أكو بديهية إذا امتلكها الإنسان أو فقدها يفقد وطنيته ويتمسك بها. إذا فقدت الانتماء والشرف والإحساس بالمواطنة والانتماء للعراق تستطيع أن تفعل أي شيء. يعني يتحول الفنان إلى تاجر، إلى قائد ميليشيا، إلى ذباح، إلى صاحب مافيا. الفنان لا يختلف عن المهندس، ولكن هو قدوة. لذلك اشتغلت الأحزاب الطائفية على شراء الكثير من الذمم التي لا تنتمي للعراق، لأنه هي سقوط. يعني يقول لك مثل ما يقولون بين الشجاعة والخوف خيط رفيع كخيط العنكبوت، كذلك بين الضمير، بين الانتماء والانتماء أيضا هي صحوة الضمير من موت ضمير. لذلك الكثير من أصدقائنا، أنا حزين مرات يعني تنتابني حالة من البكاء أستاذ محمد، على رموز باعت أنفسها من أجل دراهم معدودات، لأنه هو عمر الإنسان ما يموت من الجوع، هذا رب العالمين. ممكن حتما هناك حوارات تجري بينك وبينهم، بين كل إنسان متمسك بوطنيته، من أمثال علي ريسان، أمثال يعني مبدعين كثر، حتما هناك
قنوات حوار تحصل بينكم وبين هؤلاء، يعني كيف يدافعون عن وجهة نظرهم عن هذا الموقف؟ بأي لغة؟ مرات هي حجة بس أنا أعتقدها واهية، أنه أنت عايش بالخارج وما شايف الضيم. يعني هو هذا الحجة، ما يعني إحنا هم عشنا بالمناسبة، يعني عشنا سنوات من الحصار بس ما بعنا أنفسنا لخائن. وممكن يعني إحنا أيضا كان ممكن أن نرجع، أو كثير من المبدعين، شوف أنا عندي يعني أرد عليهم أنه كثير من المبدعين اللي من أمثالهم الراحل الرائد دكتور فاضل خليل، اللي حاربوه لأنه ينتمي للعراق، حاربوه وهو عميد كلية وأخصية، يعني طلع حاله على التقاعد وهو في أوج انتمائه، بس ما فرط بهذا المنجز، ولا فرط بطلبته، ولا فرط بالانتماء للعراق. لذلك هو دالة، يعني مرات أحاججهم وأقول لهم ليش دكتور فاضل خليل ظل شامخ، ليش مثلا يوسف العاني ظل شامخ، وعندنا أمثلة، ليش كثير من الأدباء والفنانين، ليش مثل الشاعر مرشد الزبيدي، الدكتور مرشد الزبيدي ظل شامخ وما وطأ راسه ذول السفلة ولا باع، ليش مثلا يعني مبدعين كثيرين عندنا ظلوا على هذا 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 الانتماء الحقيقي للمعرفة. يعني أنا أعتقد أنه حججهم جدا واهية، وأنا دائما ما أعول يعني بحواراتي، يعني من أقول مرات إحنا بحاجة إلى النخب أستاذ محمد، لأنه قول جان جاك روس يقول أعطني ثلة من النبلاء وسأحطم لك جيشا من الخونة والانتهازيين. أنت ما محتاج كم، العراق الآن يحتاج معارضة حقيقية تنتمي للشارع، للوجع العراقي، للنازح، للأم الثكلة، لأم الشهيد، للمغيبين بالسجون، عندنا آلاف من المغيبين بالسجون. شنو أنا موقفي أن أنجز عمل مسرحي ونصف أطفال العراق متسولين بالشوارع؟ أنا أعتقد هذا يمثل شونزوفرينيا وانفصام في شخصية في 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 هيكلية الإنسان المنتمي حقيقة. الطائفية، وأنت يعني هذا شيء لا يمكن إنكاره، واضح في انعكاسات انعكاسات الاحتلال السيئة جدا. الطائفية، هناك بعض المثقفين يرتدي هذا الثوب، يعني هل يمكن لثقافة حقيقية أن تتعايش أو تنسجم مع هذا التوجه وهذا هذا الشعور؟ لا مستحيل، لأنه أنت من حجمت نفسك بالطائفية، أنت حجمت مشروعك الأدبي المعرفي البصري، يعني كل المناهل المعرفة، لأنه أنت من حجمت نفسك بالطائفية لغيت إنسانيتك، والإنسانية تلغي المعرفة. لذلك أنا أدعو حتى صدقا يا أستاذ محمد، حتى إلى إلغاء الألقاب في العراق. إحنا ما تعلمنا، إحنا من كنا بالحرب الأولى بالخندق يا أستاذ محمد، كانوا يانا يعني القاص الكردي والأديب التركماني والمعلم الأزيدي وابن الجنوب وابن الغربية وابن الحشية وابن المحمداوي وابن العتابة وابن السويحلي، كنا بخندق واحد، لأن هذا العراق عمره ما، بس دولة لأنه ما عندهم مشروع إنساني وطني ولا ينتمون للعراق اشتغلوا على خلايا الطائفية. أنت متفائل؟ أنا متفائل لأن العراق سينهض مثل أي فرسين، متفائل بالمحبة، متفائل بالانتماء، لأن العراق هو الأول والمنتهى. شكرا لك الكاتب والمخرج علي ريسان على هذا الحوار الممتع، شكرا لك. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله.